Salut tous les amis. Aujourd'hui, le soudage à l'arc électrique enrobé. Yuma en tarfou, le soudage à l'arc électrique enrobé. Ou SAEE. Awana khsna nafou définition et terme du suivant. Nafou awana. Soudage, nafou joint, nafou cordon de soudure, nafou le pain de vision, nafou le pénétration. Ça nafou bédel SSIE diel soudure. Qu'un soudage qui joue un cordon de suture, une bande de vision et pénétration. Et tout à l'heure, nous avons fait un soudage à l'arc électrique enrobé. Le soudage est une opération qui permet d'assembler des pièces métalliques à l'aide de la chaleur. Définition. Adaptabilité est une opération qui permet d'assembler pièces métalliques à l'aide de la chaleur. Blarbia est une opération inamaliation de sardem fijemai qatatayni madinain bimusaadat lhara. Parce que assembler pièce à pièce, que de l'opération opération la chaleur. تو واحد العملية التسخين ما يمكنش لك انصب لي بياسة مع بياسة بدون الحرارة ضروري الحرارة جوان اسباس انتر دو بياس ا ساسومبلي جوان اي الترويح عقلو جوان هو الترويح كتخلي بياسة ما بين بياسة كتخلي واحد الترويح جوج مينين ثلاثة مينين اربعة مينين حسب الباقي يعني الباقي ثلاثة أتخلي الترويح ديالها ما بين بياسة لبياسة ثلاثة ميني إسباس إي أونتخ دي بياس أسومبلي هو فراغ ما بين قطعتين مجتمعين بونيتخاسيون سي لا بروفوندور دي ميتال إي فوندو دو لو ميتال دو باز الإختراق هو انسهال معدن في المنس في ذوبان في معدن الاساسي كتسودي الباغيت كتسودي الحديده كدير واحد البينيتراسيون كيكون في واحد 4 ملم 6 ملم لو كوردون دي سودور ايزون اي فون دو دو لاسومبل دو لاسومبلاج اي سودي ابري اكسيكسيون في واحد المنطقه كتنصهر في جم... واحد من... واحد الف... واحد المنطقه كتنصهر في جمع اللحام بعد اساسيه بان دو فيزيون اي لا بارتي دي ماتيير دو باس اي كو لو ميتا دابور اي سا فيزيون اي لور لوبيراسيون دي سوداج البان دو فيزيون الحمم الانتهاريه هي اي لا بارتي دو ماتيير de base qui est le métal d'apport et sa vision et leur l'opération du soudage. Ou Hadjus Minmawet SSIM, le métal d'apport qui double etne à améliorer l'IHEM, qui lie l'ondification et procédé de soudage. Mais il y a l'ondification du procédé de soudage. Et il se règle numéro 11 numéro 111 نوا تكتب لهم سوداج الاغ الكتريك انروبي ضروري 111 هي سوداج الاغ الكتريك انروبي ما تكتبش لهم اس ا او او ما تلخصش لهم ضروري تكتب لهم التعريف باش يعرفوك بانك عارف سوداج الاغ الكتريك انروبي كي فو دير اس ا او او ان سوداج انت كيقولك هذا السؤال انت كل واحد تكتب اس تكتب لها سوداج ا تكتب الاغ او الكتري الكترود او عاوتاني انروبي ديفينيسيون دو سوداج اس ا او هو سوداج الاغ الكتريك انروبي التعريف ديالو هو c'est une opération qui consiste à soudir deux tôles ou plusieurs tôles avec électrode enrobée.
تعريف بسيط وصغير، كاين اللي كيدير تعريف كبير بزاف، داكشي هكا تطول، خاصك ديما تلخص باش كيعرفك الاستاذ فاهم، ولا داك الشخص اللي كيصحح ليك زعما ولي كونترول يعرفك بانك راه فاهم صدور ديال الارك. غتكتب ليش سيت اون اوبيراسيون كي كونسيستي ا سودي دو تو او بليزيور دو تو افيك الكترود انروبي. بالعربيه انها عمليه تتكون في تلحيم معادن او عده معادن باستعمال الكترود انروبي. صافي. سؤال خامسا، شيما لي انستالاسيون دي بوز سوداس اس ا او او. ضروري لي انستالاسيون، شنو كدير؟ كتبغي تسولي، كتدير كاسك دو سوداج، فيتمون دو بروتيكسيون، كتكت لي بورت، داك سميتو شيسور دو سيكوريتي، اي حذاء، ليغون، هادو ضروري ديرهم بلا يحتاج الاستاذ يقولها لك، ولا الواحد اللي خدام معاه في الشركة يقول لك لبس ليا حوايج السيكوريتي. انت كتكتب ضروري اي حاجة بغيتي تخدمها تخافيي كدي السيكوريتي. السؤال السادس، سيتي ايبروفيزياسيون دي سيكوريتي انتي بروند اي لور دي سوداج اس ا ان. قال لك اعطيني، ما كتبغي تسودي اشنو كدير؟ كتبغي تسودي شي حاجة شي بياسة ولا هادي، أولا ما كتخصكش مانيبيلي دي بياس دي سود، ما كتجمعش البياس دي بيدك، خاصك دير لي غون أو البانس دي بخونفيدور أفيك بانس. أولا كنكتب كنلبس إي بورتي دي فيتمون أجيستي إي طون بون نيتا، أي خاصك تلبس ملابس ديال الحماية تكون ضيقة وبونيتا في حالة جيدة. ايفيتي لي بلاس بلاسي اي بانس اي بورت الكترون لانتيريور دو ماسك، ديما ريكال بوست، ايتيليزي لي زيكيبيمون دو بروتيكسيون، ديما تكون مع ليكيب ديالك، فريق ديالك، كنتو مجموعة، كنتو ثلاثة بكم ربعة بكم، خاصكم تكونوا مفاهمين ولابسين حوايج السيكوريتي. السؤال السابع، كومو ريكلاج دي لاباراي دو تون سيتي اون سوداج الارك افيك الكترود اون غوبي. كيفاش نريكلو لاباراي ديال الشد ديال اللحام القوسي؟ ديما كان لاباراي ديال بوست سوداج الارك كيتعبر ب امبير ماشي فولت، بحال مثلا اون سوداج ابلا. كيفاش نريكلو البوست؟ بحال مثلا كانت عندنا واحد ديامتر ديال تلاتة، كنقصو منها واحد كتولي ديامتر جوج وكنضربوها في 50. هذا بالنسبة لكلاس ديال البوس. ممكن نبغي نسودي سوداج بلا بلا ماشي بلافون، بلا في الأرض بلا، كنقصو ديامتر وكنضربو في 50. بالنسبة للسوداج اون لونجل انتيريور، كنقصو ديامتر وكنضربو في 60. بالنسبة انتيريو ديما كنزيدو حد 10%. بالنسبة للسوداج اون لونغ اكستيريو، اي الزاوية الخارجية، كنشدو ديامتر كنقصو من واحد وكنضربو في 40، ولكن كنقصو في 10%. بالنسبة للانتيريو زدنا 10%، وفي اكستيريو نقصنا 10%. السؤال 8، لي بوزيسيون دو سوداج، شنو هو الوضعيه ديال اللحام؟ كاين ا بلاك، كاين ا كورنيش، ا بلافون اوريزونتال، مونتوز اي ديسونتونت. تسعا، كاين لي تيب داسومبلاج، كاين بوابو اكلا اون لونغ كوفر اي جوان اونتي. هادو كيتعطاو في لي كونترول ضروري، هادو ضروري كيتلاح لك فشي حاجة، ضروري كيعرفوك باش كتعرف جميع الأنواع الوضعية ديال الصدور، كتعرف لي تيب دو سومبلاج كيفاش كان انسومبلي، بحال مثلا بوابو حديدة مع حديدة، اون كليك بحال
واحد الفراغ اون لونغل كتكون بحال شكل في كفر جوان هو اللي كنسدو الترويح اونتي حديدة بحال الشكل تي هي كنقولو لها اونتي. سؤال 10 ديسكريبسيون الكترود كترسم ليهم باكيتا وكتوصف ليها كتكتب ليهم بوت غرافيت الكترود اون روباج لا دو ميتاليك بارو ديسكريبسيون الكترود خاصك ترسم ليهم اي حاجه شفتي ديسكريبسيون كترسم ديسكريبسيون بوست ديال الصوداج حتى كترسم لهم البوست وتكتب لهم هذا شنو هو هذا كابل هذا بورت الكترود هذا بانس دو صوداج هذا انجينيراتور اكسيتيرا. السؤال 11 لي تيب ديال الغوباج كاين انواع ديال الالكترود النوع ديالهم كاين روتيل بازيك سيلوزيك اسيد اوكسيدون وكل الالكترود شنو مختص بحال الالكترود ديال الروتيل مختص بور لي طرافو لي سامبل بواتانج مختص بك تكشي الحديد الصغار لي بيسور ديالهم ميني رقيق بحال كي صحاب الحوانت كيصايبو دوك لي بورت لي فونيتر كيصايبو داكشي سامبل بازيك اي بور لي طرافو سيكوريتي روبليساج بازيك كنستخدمو في داكشي ديال لي شركات كيستخدمو داكشي ديال الكاميوات يسودوهم داكشي البيبان كبار ضخمه كيكون غلايدين في لي بيسو سيلوزيك هو بور لي بوزيسيون دي سونتوز او مونتوت سيلوزيك ديك الباغي ديال سيلوزيك كنخدمو جميع لي بوزيسيون كيسهل لك بحال مثلا انك تاتوزي الفوق ولا التحت هو في وضعيه مزيانه ما كيوقعش لك كيطيش لك هذاك التشيشه ديال بوست داك ديال الصدور بالنسبة أسيد أوكسيدون إي بوغ لي زاسيي أون أوكسيدون إن أوكسيدابل أسيد أوكسيدون كنستخدموهم غير في السودو ديال الإينوكس مكيتخدموش في الأسيي الحديد وهذا لي ديفو دو صوداج كاين أنواع لي ديفو كاين بزاف من غير هادو ولكن هادو هما الأساسيين كانيفو كانيفو علاش كتكون كانيفو ثقب تقبلش الثقب كانيفو وقالي ما كتكون كتسودي شي حديده ما كتريقيش البوس وكيكون بوس مجهد كيتقبلك الحديده اي موك دو بينيتراس اي درجه الحراره ضعيفه اي الاحتراق ديال الباغيتا ضعيف خاصك تريقل البوس تزيد شي شويه البوس كوردون تروب اي بومبي دابا ما كتسودي تبز الباكي ما كتسودي شي حديده كتضرب شي باس كتضرب شي باس كيكون الكوردون غليظ باس ديالك غليظ السبب ريكلاج ديال الفيتاس ديالك حتى انت ما كتمشيش بين وبين حتى كتعطل بزاف خاصك تمشي بين وبين بحال كوردون انترو كرو باس رقيق كتمشي دغيا خاصك تمشي بين وبين هذا هو اليوم ديال لو سودور الاغ الكتريك اون روبي حتى الجايه غنتعرفوا على الصوداج اوكسياتينيك غنعرفوا لي ديفينيسيون غنعرفوا لي تيب دو فلام انواع ديال الشعلات غنعرفوا لو سودور ديال الشاليم ولا الشالور نعرفو اوكسيكوباج قطع ديال السودو نعرفو لي انستالاسيون ديالو ولي بوتاي دو سيكوريتي اكسيتيرا او روفوار.